علاج العيوب الخلقية المعروفة بثقب القلب تقدمت لتصل إلى مستويات جديدة وخيارات جراحية طفيفة. في مستشفى رويال فيكتوريا في بلفاست يعالج الأطباء هذه الحالة عن طريق إجراء يسمح للطفل بالشفاء بشكل أسرع. الحالة تسبب انتقال الدم من أحد جوانب القلب إلى الجهة الأخرى، بينما القلب السليم يبقى فيه الجزئان الأيمن والأيسر منفصلين ويوزعان الدم على الأعضاء المتخصصة. إنها عملية تواصل بين الجانبين الأيمن والأيسر من القلب، واللذين يكونان منفصلين تماماً عن بعضهما. من جهة يضخ الدم إلى الرئتين، ومن جهة أخرى يضخ إلى الجسم، لذا فلا يجب أن يختلط الدم بينهما، ولكن بوجود ثقب فسيحدث امتزاج. بدلاً من عملية قلب مفتوح، يتم إدخال أداة قابلة للنفخ مصنوعة من المعدن عبر شريان في الفخذ، ثم يقوم طبيب القلب بتوجيه الأداة ويتركها على الثقب. في النهاية ستنمو أنسجة القلب عليها، مما يشكل سداً دائماً. يخرجون من المستشفى خلال يومين أو ثلاثة بدلاً من أسبوع، وثانياً لن يعانوا من خطورة جراحة قلب مفتوح كبيرة، وثالثاً لن يكون هناك ندوب في وسط الصدر، سيكون هناك لاصق للجروح على علامة اختراق صغيرة في الفخذ في نهاية العملية. بمواصلة تحسين عمليات كهذه تحسنت حياة الأطباء ومعظم مرضاهم كثيراً، بتقليل المخاطر التي ترتبط بالعمليات المعقدة. بتوجيه من التكنولوجيا الحديثة، فإن الممارسات الشائعة يجب أن تتواصل عملية تسهيلها، مما يضيف إلى نمو المجال الطبي بنية تحتية انسيابية.